اخدم مضمان مع سلامة الرزق. تأمينات ستار، عمل علينا. عادل المنسي 46 عام، متكون من مدرسة فلاحية بأوزرة بمرناق، صاحب مشروع فلاحي مختص في الأشجار المثمرة عنب طاولة، منطقة سيدي مسعود بمرناق. فكرة هذا المشروع من أصلي، من أصل عائلة فلاحية. والدي كان عنده عنب، عنده مساحة صغيرة، مساحة هكتار بركة. قلت علاش ليه ما نعملش، ما وسعش مشروعي لحسابي الخاص. انطلقت الفكرة بهذا المشروع، قدمت الدوسية في 2005، ما وافقوليش لأن الأرض كانت غير صالحة تماما للاستثمار. اتصل بمول الأرض، الملاك الأصلي، قال لي كيفاش تخدمه أرض ماهيش باسمك؟ قال لي على شرط يكتبها لي بالعدول، إذا ما وافقتكش البنك راهو المصاريف فوقنا كلهم ما نتحملهاش. وكنا على ربي، وركحت الأرض قلبت تماما 99 درجة. عاودوا خرجت لي لبيها وخرجت لي لبيانها، قلت لهم هاو البيانو هاو تيتر هاو كذا. انبهروا، تمت الموافقة الحمد لله على الأرض، أصريت على نجاح والحمد لله. تشوفوا في الإنتاج وتشوفوا في الاستثمار وتشوفوا كل شيء موجود كذا. الحمد لله سانيتي ولات معروفة تو بارتو في مورناك، كل معروفة في السوق المحلية، معروفة في السوق الخارجية، بلوتو السوق الليبية الداخلية المعروفة. هذا المشروع يشغل تقريبا في 5 من الناس قارين، واهمهم اللي هو اللي يسير في هذا المشروع، مشروع مهندس فلاحي، نخدم بامور عصريه علميه بحته، وعندنا وقت الصابه وقت ذروه الخدمه يتطلب بين 30 ولا 40 مرة فيها 4-5 هكتارات. نقول لك مع الاسف انا اللي حزننا الناس كل اراضي ما نقدر نشغلوا دوب انتحر. اظن تقريبا حوالي 40 مرة ولا اكثر من 40 مرة ما قادرين نشغلوا من اكثر منه. نستنفعوا احنا ونستنفعوا الخدامة كل ولاد البلاد كلها تخدم على أقل البطالة في منطقته يقضي عليها على الأقل. بالنسبة لطموحي الشخصي ماذا بي نعمل فريقو كبير تاع 500-600 طرناطة، وماذا بي يوسع إنسان مشروعه في عوض يخدم 30 ولا 40 مرة و 65 و 70 و 80 مرة. نصيحة كل الباعثين الشبان وخاصة الفلاح الصغار أن يتحلوا بالصبر والعزيمة والإرادة. الإنسان يكون صبور، والفلاحة راهي ماهيش بتاعتك توا. أنا المشروع نتاعي من 2005 بديت، دخلت الإنتاج 2009، 4 سنين الإنسان يجد من العظم في الآخر الدور العجلة بشوي بشوي ومستورة الحمد لله. تأمينات ستار، عمل علينا.